لو الحكاية فيها إن فيتو. لا احنا بنتكلم، انا ما كانش قصدي الفشل الاداري انك في الناحيه دي، انا كان قصدي احتواء مشاكل اللعيبه. يعني احنا كان عندنا مشاكل مع مثلا السنه اللي فاتت مع كذا مدير فني، والمشاكل دي كلها تم احتواءها في وجود كابتن طارق العاشري. لا المشاكل انا لازم اوصل لحضرتك، فعايز اعرف الفرق. لازم اوصل لحضرتك في الفتره دي ما بين الفتره دي شغل. انا لازم اوصل لحضرتك حاجه مهمه جدا. احنا دورنا احتواء المشاكل. النهارده كان في مشكله قائمه في خلال الموسم ما بين منصف والكابتن علاء عبد العال، والمشكله دي يعني طالت على السطح مره واحده وانتهت مره واحده. فعلا طول ما في عناصر اللعبه موجودين مدير فني، وهنا كان في نجاح بقى اداري بقى ان ما حدش يتكلم ليه يعني. قال لك كان في حته هنا نجاح اداري ان انتوا قدرتوا تلمينا نفسنا وما كانش في اي مشكله. وفعلا والمشكله اتلمت بشكل يعني غامض، يعني بشكل ما فيهاش ولا حاجه. انا من نوع، انا هنا من النوع، انا بشتغل وبس. ما انا عايز اسال بقى حضرتك الفرق بقى بين الفتره دي وبس. لا بطلع في الاعلام ولا بطلع في التلفزيون ولا دخلت التلفزيون، ده مدى حياتي ومش هدخله ان شاء الله. انا كل اللي انا بعمله بشتغل لصالح هذا الفريق، وبشتغل كل يوم في حدود 16 ساعه لصالح هذا الفريق، ما عنديش اي مشكله، وهفضل اشتغل 16 ساعه برضه لصالح هذا الفريق. كل اللي يهمني ان احنا نوفر الارض الخصبه لنجاح اي مدير فني مجلس الاداره بيختار. وعلى فكره ما كانش في اي مشاكل في يوم ما مع اي مدير فني سابق. هو يمكن كانت مشكله اللعيبه، مشاكل اللعيبه، بعض اللعيبه الاساسيه عدم اللعب، دي ناحيه مش اداريه. في كل الانديه الكلام ده كله، كل نادي بيبقى فيه الكلام ده كله. في اي نادي موجود لعيب بيلعب ولعيب ما بيلعبش، تبص تلاقي اللي ما بيلعبش ممكن في توقيت ما يبتدي يتكلم. المهم ان انت تحتوي اللعيبه، بتبقى عايز حد بس يحتوي. المشكله اللي كانت كبيره واكلمك عليها وحلناها، كان في مشكلتين. كان في مشكله عمرو مرعي، وكان في مشكلة صلاح سليمان. مشكلة صلاح سليمان مع نادي سموحة اتحلت. ودي شيء طبيعي، شيء طبيعي، الكلام ده كله وارد. صلاح سليمان لعيب في النادي ما كانش راضي يجدد عقده، وبيبطوا برقم كبير ما بنقدرش نشتغل عليه. عادي، قال أنا يا جماعة هروح نادي تاني. قعدنا نعرض عليه مرة واثنين وثلاثة، أقصى حاجة نقدر عليها هنا في النادي، وبحضور مجلس إدارة النادي، وكان موجود معايا نائب رئيس النادي، وكان موجود معايا كابتن زكريا السيد امين صندوق النادي. صلاح كان بيرفض التجديد فعلا، ده خلاص. ولما راح النادي الثاني احنا عرفنا وقلنا خلاص كمل الموسم بتاعك راجل زي ما انت، وكان بيروح بقى النادي الثاني اللي انت عايز تروح. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي هو نادي سموحه. جه بعد كده لسبب او لاخر المدربين اتغيروا في نادي سموحه، وصلاح سليمان حس ان الدنيا هتختلف شويه، بدأت راسه تميل شويه في صفنا. ومع ضغوط اللعيبه الكبيره معايا انا شخصيا على صلاح، صلاح جدد عقده في النادي، واصبح هو لاعب في نادي انبي بيجدد عقده. اللائحه بتقول كده، اللوائح بتقول كده. ولكن هو كان واخد فلوس من نادي سموحه، احنا سددناها لنادي سموحه نيابه عن صلاح، عن صلاح لا تخصم من المستحقات، وخصمناها من المستحقات. كان في كمان رومي كان هيروح سموحه. لا لا لا، رامي كانت مشكلته كبيرة جدا، لأن رامي كان مصر على إنه رامي بكل ما في الأمر هو يحسب النادي إن بنت مسكته برامي صبري. لا ما فيش حاجة، رامي كان شاف إن في الوقت ده إن ما بيلعبش، وحس إن هو قال يا جماعة أنا عندي 29 سنة، سيبوني ألعب سنة وأجدد وأعمل والكلام ده كله. ولكن في النهاية أنا قعدت أنا والكابتن علاء عبد العال ورامي، والموضوع انتهى، والكابتن علاء احتواه تماما، ورامي من اميز اللعيبه فعلا هذا الموسم في الدوري المصري ده فعلا. وعمرو الحلواني يمكن الاثنين دول كانوا ما كانش فيه مشكله مع عمرو. يعني لا انا قصدي يمكن عدم اللعب في الاثنين، الحالات اللي حضرتك بتتكلمي. طب دورك بقى ما بين عبد المنصف وعلي لطفي. وعلي لطفي ما فيش اي مشكله. لا يمكن حراسه المرمى الاثنين مستواهم كتير متقارب، الاثنين عايزين يلعبوا حاجه كويسه. يمكن ده بيبقى ده ما بيلعبش بيزعل، وده ما بيلعبش بيزعل. ده كلام اعلام كله. شوفوا اخوات مع بعض، ده كلام كده الناس بتتداوله، لا نتوقف عنده ولا نفسره كده. ما حصلش ازمه فعلا فين بينهم نهائي، نهائي بينهم. وحياتك ما اتدخلتش وحاولت تصف الاجواء؟ حضرتك نهائي الحراس موجودين، ما فيش الكلام ده يا جماعه. ما يعني في حاجات كده بيتم تداولها، ما ينفعش كل حاجه يترفع عليها.